تمت رواية البؤساء للكاتب الفرنسي فيكتور هوغو. الفصل الحادي عشر: الطلقة التي لا تخطئ أحدا ولا تقتل أحدا. وتواصل إطلاق النار من جانب المهاجمين. كانت البنادق تعمل حينا والمدافع تعمل حينا من غير أن تحدث في الحق أذى كبيرا. لقد أصيب الجزء الأعلى من واجهة كورنيت، ليس غير أضرار بسيطة، وتشوهت شيئا فشيئا نافذة الطابق الأول التي مزقها رصاص البنادق وقذائف المدافع تمزيقا. وكان على المقاتلين المتمركزين هناك أن ينسحبوا، وإلى هذا فذلك هو فن مهاجمة المتاريس، أن تطلق النار بتواتر فترة طويلة من الزمن ابتغاء استنفاد ذخيرة المتمردين، إذ ما ارتكبوا خطيئة الرد حتى إذا لوحظ من فطور نيرانهم أنه لم يبقى عندهم لا رصاص ولا بارود، فعندئذ تشن الغارة. ولم يقع إنجولراس في هذا الفخ، إن المتراس لم يرد البتة، وكلما أطلقت مفرزة من الجنود نارها على غافروش يورم خده بلسانه علامة الإزدراء المتشامخ، وقال: هذا صحيح، مزق القماش، نحن في حاجة إلى النسالة. واستجوب كورفيراك القذائف عن السبب في انعدام تأثيرها، وقال للمدفع: لقد بدأت تصبح مسهبا أيها الرجل الطيب. في المعركة يشغل أحد الفريقين بال الفريق الآخر كالذي يحدث في الحفلات الراقصة، ومن المحتمل أن يكون ذلك الصمت الذي ران على المتراس قد شرع يقلق المغيرين ويجعلهم يخافون من حادثة ما غير متوقعة، وأن يكونوا قد استشعروا الحاجة إلى اختلاس النظر من خلال ركام حجارة الأرصفة ومعرفة ما كان يجري خلف ذلك السور الممتنع على التأثر، والذي كان يتلقى نيرانهم من غير أن يرد عليها. وفجأة لمح المتمردون خودة تلمع في الشمس فوق سطح مجاور كان إطفائي يسند ظهره إلى المدخنة الطويلة، وبدا وكأنه يقوم بمهمة الحراسة. كانت عيناه مصوبتين إلى المتراس، وقال إنجولراس: هناك حارس مزعج. وكان جان فالجان قد أعاد البندقية القصيرة الخفيفة إلى إنجولراس، ولكنه كان يحمل بندقيته، ومن غير أن يقول كلمة سدد بندقيته إلى الإطفائي. وما هي إلا ثانية حتى أصابت الخوذة رصاصة أطاحت بها من صخب فوق أرض الشارع، وسارع الجندي المروع إلى الاختفاء، وحل محله حارس جديد، وكان هذا الحارس ضابطا. وسدد جان فالجان بندقيته بعد أن جدد شحنها إلى القادم الجديد، وأطاح بخودة الضابط فالتحقت بخودة الجندي، ولم يكن الضابط عنيدا فانسحب في سرعة بالغة. وهذه المرة فهم الإخطار، ولم يعاود أحد الظهور فوق السطح، وأقلع المغيرون عن التجسس على المتراس. وسأل بوسوي جان فالجان: لماذا لم تقتل الرجل؟ فلم يجب جان فالجان. الفصل الثاني عشر: الفوضى نصير للنظام. وهمس بوسوي في أذن كومبونفير إنه لم يجب عن سؤالي، فقال كومبونفير: إنه رجل يتلطف في طلقات البندقية، إن أولئك الذين يحتفظون بشيء من ذكرى تلك الحقبة التي أمست الآن قصية يعرفون أن حرس الضواحي الوطني كانوا يتوفرون على أفراد مقاومين، ولقد كان داريا ومقداما في أيام حزيران سنة 1832 خاصة، إن كثيرا من أصحاب الخمارات الطيبين في بونتين وفيرتوس أو لاكونيت الذين خلت مؤسساتهم من الزبائن بسبب من الفتنة قد استأسدوا عند رؤيتهم صالات رقصهم وقد أقفرت من روادها، وماتوا لكي يقرروا النظام الممثل بحانة الضاحية.
وفي تلك الأيام البرجوازية والبطولية في آن معا، وفي حضرة أفكار كان لها فرسانها، كان للمصالح مغامرها، والدافع الذي يعوزه السمو لم يفقد العمل ولم يفقده شيئا من بطولته. إن تناقص ركام من الريالات جعل أصحاب المصارف ينشدون المارسييز، لقد سفحوا دماءهم على نحو حماسي في سبيل منضدة المحاسبة، وفي اندفاع أسبارتي دافعوا عن الدكان ذلك الهائل للوطن. وفي الواقع، وهذا ما ينبغي أن نقوله، إنه لم يكن في ذلك كل شيء غير جدي إلى أبعد الحدود. كانت العناصر الاجتماعية تتصارع في انتظار ذلك اليوم الذي تنتهي فيه إلى توازن. وعلامة أخرى من علامات ذلك العصر تلك الفوضى الممتزجة بالحكومية، اسم بربري للحزب الصحيح. كان الناس أنصارا للنظام مع عدم الانقياد. لقد قرع الطبل على حين غرة بأمر من أحد زعماء الحرس الوطني بالمنادات على الأسماء على نحو اشتهائي، وكثيرا من الضباط مضوا إلى النار بدافع من الوحي، وكثير من رجال الحرس الوطني قتلوا بسائق الوهم ولحسابهم الخاص. ففي اللحظات الحرجة في الأيام كان المرء يستشير رؤساءه أقل مما يستشير غرائزه. كان ثمة في الجيش النظامي عصابات حقيقية، بعضها عصابات سيف مثل فانيقو، وبعضها الآخر عصابات قلم مثل هنري فون فريد. كانت الحضارة الممثلة في تلك الحقبة مع الأسف بحشد من المصالح، بأكثر مما مثلت بحشد من المبادئ. كانت الحضارة في خطر، أو خيل إليها أنها في خطر. لقد أطلقت صيحة الخطر وجعل كل امرؤ نفسه مركزا، وراح يدافع عنها ويسعفها ويحميها على طريقته الخاصة، واخدا كل امرؤ على عاتقه مهمة إنقاذ المجتمع. إن الاندفاع يذهب في بعض الأحيان إلى حد الإبادة، وهكذا فإن بعض فصائل الحرس الوطني أقامت بنفسها وبقوة سلطانها الخاص مجلسا حربيا، وأصدرت حكمها على أسير من المتمردين في فترة لا تزيد على 5 دقائق. ولقد كان مثل هذا الارتجال مسؤولا عن مصرع جان بروفير. لا يحق لأي حزب أن يعبر عن الأحزاب الأخرى، إذ أنه مطبق على يد الجمهورية في أمريكا وعلى يد الملكية في أوروبا سواء بسواء. وقانون اللينش عرضة للأخطاء. فذات يوم من أيام الفتن طرد شاعر شاب يدعى بول إيميه غرانييه في القصر الملكي، ورأس الحربة في ظهره، ولم ينجى إلا بالالتجاء تحت باب العربات من رقم 6. وكانت الصيحة هو ذا واحد آخر من أولئك السان سيمونين، وكانوا يريدون أن يقتلوه، ذلك أنه كان يتأبط مجلدا من مذكرات الدوق سان سيمون. وقرأ أحد رجال الحرس الوطني على هذا الكتاب اسمه سان سيمون فصاح اقتلوه. وفي 6 حزيران عام 1832 ارتضت مفرزة من مفارز الحرس الوطني يقودها الكابتن فانقو المذكور آنفا، ارتضت هذه المفرزة أن يقتل خلق كثير منها في الشارع تشانفيرير لمجرد الهوس وبمجرد الإرادة المطلقة. وقد أقيم البرهان على هذه الحقيقة بالرغم من غرابتها الظاهرية في التحقيق القضائي الذي أجري بعد ثورة 1832. وتفصيل ذلك أن الكابتن فانيقو كان برجوازيا جريئا قليل الصبر، ضربا من جندي النظام المرتزق الذي وصفناه اللحظة، حكوميا متعصبا جامحا لم يستطع أن يقاوم الرغبة في فتح النار قبل الموعد المحدد، والطموح إلى الاستيلاء على المتراس بنفسه هو وحده يعني مع جنوده وجنود مفرزته. لقد أثار سخطه تكرر ظهور الراية الحمراء
والسترة العتيقة التي حسبها الراية السوداء. فلام جميع القادة وزعماء القوات المقاتلة الذين كانوا يتشاورون في الموقف، والذين لم يروا أن ساعة الهجوم الحاسم قد حانت، فتركوا الثورة وفقا للتعبير المشهور الذي اصطنعه واحد منهم: تنضج في عصيرها نفسه. أما هو فقد حسب أن المتراس ناضج، وإذا كان يتعين على كل ناضج أن يسقط فقد قام بالمحاولة. لقد قاد رجال جسورين مثله رجالا مسعورين، كما قال أحد الشهود، وكانت مفرزته وهي نفسها التي كانت قد قتلت الشاعرة جان بروفير أولى المفارز الكتيبية التي رابطت عند زاوية الشارع. ولحظة كان القوم أقل ما يكونون توقعا لذلك، قذف الكابتن المتراس بجنوده، وهذه الحركة التي نفذت في حماسة أكثر مما نفذت في فن حربي كلفت مفرزة فانيقو غاليا. وقبل أن تجتاز أكثر من ثلثي الشارع استقبلت بوابل عام من رصاص المتراس، ولقد صرع أربعة منهم كانوا أكثرهم جرأة وكانوا يندفعون في المقدمة. صرعوا بملامسة السلاح الناري للمرمى عند عتبة المتراس نفسها، وهكذا تعين على هذا الجمع الباسل من الحرس الوطني، وهم رجال أولو شجاعة بالغة ولكن تعوزهم الصلابة العسكرية، أن ينكصوا على أعقابهم بعد شيء من التردد، تاركين 15 جثة على أرض الشارع. وفسحت لحظة التردد هذه المجال أمام المتمردين، فأعادوا شحن أسلحتهم، وانصب وابل تان من رصاص، وابلا مهلكا جدا على المفرزة قبل أن تبلغ زاوية الشارع مفزعها. وفي لحظة واحدة سقطت بين وابلين من نار، وانهالت عليها طلقات المدافع من المدفعية التي لم تتلقى أي أمر، فلم تكف عن إطلاق نارها. وكان فانيقو القليل التبصر واحدا من الذين صرعتهم تلك النيران. لقد قتل بالمدفع، يعني بالنظام، وهذا الهجوم الذي كان ضاريا أكثر منه جديا أثار إنجولراس، وقال: يا لهم من مجانين، إنهم يلقون برجالهم إلى الموت ويستهلكون ذخيرتهم على غير طائل. لقد تكلم إنجولراس مثل قائد الفتنة الحقيقي الذي كان، إن الثورة والقمع لا يتقاتلان البت بأسلحة متساوية، فالثورة النافذة في سرعة لا تملك غير عدد محدود من الرصاصات تطلقها وغير عدد محدود من المقاتلين تستهلكهم، فإذا ما فرغ صندوق خرطوش من صناديقها أو صرع رجل من رجالها لم يكن ثمة سبيل إلى التعويض عنهما. أما القمع فإنه بسبب كونه مالكا للجيش لا يعد الرجال، وبسبب كونه مالكا لفنسان لا يعد الطلقات النارية. والقمع يملك من الكتائب قدرا موازيا لما يملكه المتراس من الرجال، ويملك من معامل السلاح قدرا موازيا لما يملكه المتراس من صناديق الخرطوش. وهكذا فنحن هناك أمام صراع بنسبة 1 إلى 100، صراع ينتهي دائما بتدمير المتراس، إلا إذا استطاعت الثورة وقد انفجرت فجأة أن تلقي في الميزان بسيفها الملتهب الشبيه بسيف كبير الملائكة. وهذا قد يقع، وعندئذ يهب كل شيء وتبدأ الأرصفة في الغليان، وتتكاثر متاريس الشعب، وتختلج باريس على نحو مفعم بالسلطان، ويطلق سراح الكويد ديفينيوم، وتملئ الفضاء نذر تعود إلى 10 من آب، ويلوح شبح يوم كيوم 29 من تموز في كل مكان، ويبدو ضياء أعجوبيا، وينكفئ
شدق القوة الفاغر، ويرى الجيش ذلك الأسد أمامه منتصبا هادئا، ذلك النبي فرنسا. الفصل الثالث عشر، ومضات تخبو. في هذه العواطف والأهواء التي تدافع عن متراس من المتاريس يوجد شيء من كل شيء. هناك الشجاعة والشباب والشرف والحماسة والمثل العليا واليقين وانهماك المقامر، وفوق ذلك كله فترات الأمل. إن إحدى تلك الفترات، إحدى رعشات الأمل الغامضة تلك، مرت فجأة في لحظة لم يكن يتوقعها أحد بمتراس شارع تشان فيريري. وعلى حين غرة صاح إنغولراس الذي كان دائما بالمرصاد: اسمعوا، يبدو لي أن باريس تستيقظ. من الثابت أنه في صباح السادس من حزيران عرفت الثورة طوال ساعة أو ساعتين انتعاشا جديدا. لقد أحيا عناد ناقوس سان ميري بعد الآمال الخابية، ففي شارع بواريه وفي شارع غرافي ارتسمت بعض المتاريس. واتجاه باب سان مارتان هاجم شاب مسلح ببندقية قصيرة كتيبة من الفرسان بمفرده، ومن غير ما أي اختباء في وضح الجادة ركع على إحدى ركبتيه وتنكب سلاحه وأطلق النار. فصرع قائد الكتيبة واستدار قائلا: هو ذا شخص آخر، لن ينزل بنا أدا إضافيا. وطعنوه بحد السيف. وفي شارع سان دونيز أطلقت امرأة النار على الحرس البلدي من وراء نافذة مصدلة، ورؤيت وصلات شعرية ترتجف عند كل طلقة. وفي شارع الكوسينري ألقي القبض على غلام في الرابعة عشر وجيوبه ملأة بالخراطيش، وهجم عدد من مراكز الجنود. وعند مدخل شارع بيرتين بواريه استقبل وابل من رصاص البنادق كان حادا وغير متوقع البتة. كتيبة من الدارعين كان يسير على رأسها الجنرال كافينياك دوبراني. وفي شارع بلانش ميري ألقوا القبض على الجنود من السطوح. كانت هناك تنهمر عليهم كسرات عتيقة من الأواني والأدوات المنزلية، علامات سيئة. وحين رويت هذه الحقيقة للماريشالات وخصوصا للماريشال سولت، استغرق مساعد نابليون العجوز وقد تذكر كلمة سوشي في ساراكوستا: نحن نهلك حين تفرغ النسوة العجائز مباولهن على رؤوسنا. هذه الأعراض العامة التي تكشف لحظة اعتقد الناس أن الفتنة قد حصرت في موقع ما، هذا الحقد الذي ينم عن شرارات انطلقت هنا وهناك فوق تلك الأكوام العميقة من المواد المشتعلة التي تدعى ضواحي باريس. هذه كلها مجتمعة أثارت القلق في نفوس الزعماء العسكريين. لقد أرجأوا حتى تنطفئ تلك الشرارات الهجوم على متاريس موبي وتشان فيريري وسان ميري لكي لا تصطدم إلا بها، ولكي يكون في ميسورهم أن يقضوا على كل حاجة بضربة واحدة. لقد قذفوا بفصائل الجنود إلى الشوارع الهائجة مكتسحة صابرة عن يمين وعن شمال، حينا في حضر وعلى مهل، وحينا في سير خاطف كسير الحملة. وحطم الجنود أبواب البيوت التي سبق أن انطلقت منها النار، وفي الوقت نفسه فرقت مناورات سلاح الفرسان الحشود المجتمعة في الشوارع الواسعة. وهذا القمع لم يتم من غير ضجة أو من غير تلك القرقعة الصاخبة التي تلازم الاصطدامات الواقعة بين الجيش والشعب. ذلك ما أدركه إنغولراس في الفترات الفاصلة ما بين طلقات المدافع وطلقات البنادق. وإلى هذا فقد كان قد رأى بعض الجرحى
يجتازون أقصى الشارع على محامل، وقال لكورفيراك: هؤلاء الجرحى لا يأتون من عندنا. ولم يعمر الأمل طويلا، وخبى الوميض في سرعة، وفي أقل من نصف ساعة تلاشى ذلك الرجاء الذي كان يملأ الفضاء، كان أشبه ببرق عابر، واستشعر المتمردون وكأنما سقط عليهم ذلك الضرب من غطاء النعش الرصاصي الذي تلقيه لا مبالاة الشعب على أصحاب الرأي الصليب المتخلى عنهم. كانت الحركة العامة التي بدت وكأنها رسمت على نحو غامض، كانت هذه الحركة قد أجهضت، وأصبح في ميسور اهتمام وزير الحرب واستراتيجية القادة العسكريين أن يركزوا على المتاريس الثلاثة أو الأربعة التي كانت ما تزال قائمة. وارتفعت الشمس فوق الأفق، وخاطب أحد المتمردين إنكولراس: نحن جائعون هنا، هل سنموت هنا فعلا من غير أن نأكل؟ وهز إنكولراس رأسه، وكان لا يزال مسندا على شرفته من غير أن يزيح عينه عن أقصى الشارع. الفصل الرابع عشر، حين نقرأ اسم خليلة إنكولراس. وصل كورفيراك الجالس على حجر من حجارة الأرصفة قرب إنكولراس إهاناته للمدفع، وكلما انطلقت السحائب القاتمة من القذائف التي ندعوها كرات المدافع بدويها الهائل، تلقاها بفورة من السخرية: أنت ترهق رئتيك أيها البهيمة العجوز، إنك تقلقني، إنك تفقد ضوضاءك، هذا ليس رعدا، لا إنه سعال. وضحك الذين كانوا من حوله، وشرع كورفيراك وبوسوي اللذين كانت بشاشتهما تزداد في ساعات الخطر يستعيضان مثل مدام سكارون عن الطعام بالدعابة، وإذ لم يكن عندهما خمر فقد صبا البشر للجميع. وقال بوسوي: أنا معجب بإنكولراس، إن جرأته الممتنعة على التأثر لتدهشني، إنه يحيا وحيدا، وهذا ما قد يجعله حزينا بعض الشيء، إن إنكولراس يتألم من عظمته التي تشده إلى الترمل، أما نحن الباقين فإن لنا جميعا قليلا أو كثيرا خليلات تجعل منا مجانين، يعني شجعانا، فحين يكون المرء عاشقا كالنمر فأقل ما ينتظر منه أن يقاتل كالأسد، إنها وسيلة ننتقم بها لأنفسنا من الحيل التي تدبرها لنا سيداتنا الفتيات المغناجات، إن رولا يلقي بنفسه إلى الموت لكي يغيظ أنجيليكا، جميع بطولاتنا تنبثق من نسائنا، الرجل من غير امرأة غدارة مثل غدارة من غير زناد، إن المرأة هي التي تجعل الرجل ينطلق، والآن إن إنكولراس لا امرأة له، إنه ليس عاشقا، وهو يجد الوسيلة إلى أن يكون باسلا، وإنه لمن المعجز أن يستطيع المرء أن يكون باردا كالثلج ومقداما كالنار. ولم يبدي إنكولراس أي ردة فعل، ولكن لو أن أي ما امرؤ كان قربه إذن لسمعه يغمغم في همس باتريا. وكان بوسوي لا يزال يضحك عندما صاح كورفيراك: شيء جديد. وفي صوت حاجب يعلن نبأ وصول شخص ما أضاف: اسمي المدفع ذو القذيفة البالغ وزنها 8 أرطال. والواقع أن شخصية جديدة كانت قد دخلت المسرح، كان مدفعا ثانيا، وفي سرعة نفذ رجال المدفعية المناورة ووضعوا المدفع الثاني قرب المدفع الأول. لقد أوحى ذلك بأن النهاية باتت قريبة، وبعد بضع لحظات شرع المدفعان وقد حشي على عجل يطلقان نيرانهما على المتراس مباشرة، وكانت نار قوات المشاة وجنود الضواحي تدعم المدفعية، وعلى مسافة ما
سمع دوي وابل آخر من طلقات المدافع، وفيما كان مدفعان اثنان يقذفان بنيرانهما متراس شارع تشانفيريري، كانت هناك كتيبة أخرى من المدافع مصوبة إحداها إلى شارع سان دونيز وأخرى إلى شارع أوبري لبوشي، يمطران المتاريس بوابل من قذائفهما، وتبادلت المدافع الأربعة أصداء كئيبة. لقد تجاوب نباح كلاب الحرب المشؤومة، ومن أحد المدفعين اللذين كانا يقذفان بنارهما متراس شارع تشانفيريري انطلقت قذائف، على حين انطلقت من الآخر كرة حديدية. كان المدفع المطلق للكرات مرتفعا بعض الشيء، وكان خط الرمي محسوبا بحيث تصيب الكرة الحافة القصوى من زاوية المتراس الناتئة العليا فتقطع رأسها، وفتتت حجارة الأرصفة رؤوس المتمردين بوابل من القذائف. وكان هذا المرمى الخاص مقصودا به أن يقصي المقاتلين عن قمة المتراس وأن يكرههم على الاحتشاد في الداخل، يعني قد أعلن الهجوم. حتى إذا أقصي المقاتلون عن قمة المتراس بالكرات وعن نوافذ الحانة بالقذائف، أصبح في ميسور القوات المهاجمة أن تغامر في الدخول إلى الشارع من غير أن تراقب، بل ومن غير أن تكون تحت وابل النار، كما أصبح في ميسورها أن تتسلق المتراس فجأة كفعلها الليلة البارحة وأن تستولي عليه، فمن يدري بغتة. وقال إنغول راس: يجب على أي حال أن نخفض من إزعاج هذه المدافع. ثم صاح: أطلقوا النار على المدفعين. كانوا كلهم مستعدين، وأطلق المتراس الذي صمت فترة طويلة النار في يأس، وتعاقبت 7 إطلاقات أو 8 إطلاقات في ضرب من الغضب، وأتبعها ضرب آخر سبب دخانا في شارع تشانفيريري. وبعد بضع دقائق ومن خلال هذا الضباب الذي اخترقه استطاعوا أن يتبينوا على نحو غير واضح 2/3 رجال المدفعية منطرحين تحت دواليب المدفعيين، أما أولئك الذين ظلوا واقفين فقد وصلوا حشو المدفعين في هدوء صارم، ولكن النار كانت قد تباطأت. وقال بوسويه لإنغولراس: الأمور تجري على ما يرام، نجاح. فهز إنغولراس رأسه وأجاب: 1/4 ساعة أخرى من هذا النجاح ولن تبقى في المتراس 10 خراطيش. والذي يبدو أن غافروش قد سمع هذه الملاحظة. 15 غافروش في الخارج. وفجأة لمح كورفيراك شخصا ما عند أدنى المتراس في الخارج وسط الشارع تحت وابل الكرات المدفعية. كان غافروش قد أخذ سلة من الحانة وانطلق من فرجة المتراس وراح يفرغ في سلته بهدوء صناديق الخرطوش الملأة تلك التي خلفها رجال الحرس الوطني الذين سرعوا على منحدر المتراس. وقال كون بونفير: ماذا تفعل هناك؟ ورفع غافروش أنفه: أيها المواطن، إنني أملأ سلتي، ولكن ألا ترى القذائف المدفعية؟ فأجاب غافروش: حسنا، إنها تمطر. ثم ماذا؟ فصاح كورفيراك: ارجع. فقال غافروش: في الحال. وبوتبة انطلق إلى الشارع. ويذكر القارئ أن فصيل فانيقو كان قد ترك وراءه وهو ينسحب خطا طويلا من الجثث، كان نحو 20 قتيلا منثورين فوق الرصيف على طول الشارع، وكان ثمة 20 صندوقا للخراطيش استحوذ عليها غافروش ذخيرة من الخراطيش للمتراس. كان الدخان في الشارع كالضباب، وكان من القدر أن يرى سحابة تسقط في فج من فجاج الجبال بين منحدرين
وعيرين يستطيع أن يتخيل هذا الدخان محتشدا، وأن يتخيله وكأنه يكتف بخطين مظلمين من بيوت شاهقة لقد ارتفع في بطء وكان يتجدد على نحو موصول. ومن هنا تلك الظلمة التدريجية التي جعلت وضح النهار نفسه شاحبا، وأمس المقاتلون لا يلمح بعضهم بعضا إلا في عسر من أقصى الشارع إلى أقصى، على الرغم من أنه كان قصيرا جدا. هذه الظلمة ولعلها كانت مدبرة ومرغوبا فيها من جانب الزعماء الذين عهد إليهم في قيادة الهجوم على المتراس، كانت ذات فائدة لكافروش. فتح الثنايا حجاب الدخان هذا، وبفضل ضآلة جسمه استطاع أن يبعد في الشارع من غير أن يراه أحد. لقد أفرغ صناديق الخرطوش السبعة أو الثمانية الأولى دون ما كبير خطر. لقد زحف على بطنه وراح يعدو على يديه ورجليه حاملا سلته بين أسنانه، وتلوى وانزلق وتموج في جثة، وأفرغ أحد صناديق الخرطوش كما يفتح قرد جوزه. ولم يجرؤ المتحصنون في المتراس، وكان لا يزال على مدى السمع منه، على أن يدعوه إلى العودة خشية أن يلفت الأنظار إليه. وفوق إحدى الجثث، وكانت جثة عريف، وجد وعاء بارود وقال وهو يضعه في جيبه من أجل العطش. وبفضل التقدم المتعاقب بلغ نقطة كان ضباب الطلقات النارية قد أمسى فيها شفافا، وكانت هذه الشفافية شديدة بحيث أن مطلقي النار من المشاة المعبئين المترصدين خلف جدارهم المقام من حجارة الأرصفة، وبحيث أن مطلقي النار من جنود الضواحي المحتشدين في زاوية الشارع اكتشفوا فجأة شيئا يتحرك في الدخان. ولحظة كان غافروش يجرد رقيبا من خراطيشه، أصابت جثة كرة من كرات المدافع، وقال غافروش: يا للشيطان، إنهم يقتلون أمواتي. وفتتت كرة أخرى الرصيف الذي كان جانبه، وقلبت ثالثة سلته رأسا على عقب، ونظر غافروش ورأى أنها أقبلت من جنود الضواحي، ونهض منتصبا على قدميه وقد عبثت الريح بشعره، واضعا يديه على خاصرتيه، مسددا بصره نحو رجال الحرس الوطني المطلقين النار، وراح يغني: إن المرء ليكون بشعا في تنانير، وتلك خطيئة فولتير، وتلك خطيئة روسو. ثم تناول سلته ووضع فيها الخراطيش التي سقطت منها من غير أن يضيع أي منها، وتقدم نحو وابل الرصاص وشرع يفرغ صندوق خراطيشه. وهناك أخطأته قذيفة رابعة أيضا وما كادت، وغنى غافروش: أنا لست كاتبا عدلا، وتلك خطيئة فولتير، أنا عصفور صغير، وتلك خطيئة روسو. ولم توفق قذيفة خامسة إلى أكثر من انتزاع دور ثالث من غافروش: البهجة شيامي، وتلك خطيئة فولتير، والبؤس جهاز عرسي، وتلك خطيئة روسو. واستمر ذلك على هذا النحو فترة ما. كان المشهد راعبا، كان غافروش قد صوب إليه الرصاص يسخر من الرصاص، لقد بدا وكأنه مبتهج جدا، كان هو السنون يضرب الجنود القناص بمنقاره، ولقد أجاب على كل إطلاقة رصاص بدور من أدوار الغناء، وسددوا النار إليه على نحو موصول، ولكنهم أخطأوه دائما، وضحك الجنود ورجال الحرس الوطني وهم يصبون الرصاص إليه. لقد انطرح على الأرض ثم نهض واختبأ عند زاوية باب، ثم قفز واختفى وعاود الظهور وفر وأجاب على الطلقات، ونهب في الوقت نفسه الخراطيش وأفرغ صناديق الخرطوش وملأ سلته، وأتبعه المتمردون عيونهم وقد تقطعت أنفاسهم قلقا. كان المتراس يرتجف وكان هو يغني، لم يكن ذلك طفلا
ولم يكن ذلك رجلا، لقد كان متشردا جنيا غريبا، ولقد كان خالقا بمن يرى أن يقول إنه قزم المعترك المعصوم عن الجراح. كانت القذائف تعدو خلفه وكان هو أرشق منها، كان يلعب مع الموت لعبة اختبئ والتمس على نحو رهيب إلى حد لا يوصف. وكلما اقترب وجه الشبح الأفطس فرقع المتشرد أصابعه بيد أن رصاصة أشد غدرا أو مصوبة على نحو أفضل من سابقتها بلغت الطفل الشبيه بالشهاب الغازي. لقد رأوا غافروش يترنح ثم يقع، وأطلق المتراس كله صيحة، ولكن كان ثمة أنتيوس في هذا القزم، لأن مس المتشرد الرصيف أشبه بمس العملاق للأرض. فلم يقع غافروش إلا لينهض من جديد، وظل قاعدا على مؤخرته وقد جرى على وجهه خط من الدم الطويل، ورفع ذراعيه في الهواء ونظر إلى الناحية التي أقبلت منها الرصاصة وبدأ يغني: لقد سقطت على الأرض، هذه خطيئة فولتير، وأنفي في الساقية، هذه خطيئته. ثم توقف عن الكلام ولم يكمل. لقد حالت بينه وبين تلك القذيفة من القناص نفسه، وهذه المرة خر على الرصيف ولم يتحرك قط. كانت تلك الروح العظيمة الصغيرة قد فاضت. الفصل السادس عشر: كيف يصبح الأخ أبا؟ كان في تلك اللحظة ذاتها في حديقة اللوكسمبورغ، ذلك أن عين المأساة يجب أن تكون ماثلة في كل مكان، طفلان يمسك أحدهما بيد الآخر، وأغلب الظن أن أحدهما كان في السابعة من عمره والثاني في الخامسة. لقد نقع بالمطر، فقد كانا يمشيان في مجازات الحديقة في الناحية المشمسة. كان الكبير يقود الصغير، وكان شاحبين تعلو جسديهما أسمال بالية. لقد بدت عليهما سيماء طائرين بريين، وقال أصغرهما: أنا جائع جدا، وساق الأكبر وكان قد أصبح وصيا وحاميا أخاه، بيده اليسرى حاملا باليد اليمنى قضيبا طويلا. كان وحدهما في الحديقة، وكانت الحديقة خالية بعد أن أوصدت الأبواب بأمر الشرطة بسبب الثورة، وكان الجنود الذين عسكروا فيها قد طلب إليهم مغادرتها سدا لحاجات المعركة. كيف وصل الطفلان إلى هناك؟ هل هرب من باب مخفر نصف مفتوح؟ هل اتفق أن كان ثمة في الجوار عند باب الجحيم أو ساحة الأبزور أو في الميدان المجاور الذي تشرف عليه تلك القوصرة المكتوب عليها إنفينمون بيرليوم بوني إنفيلتام؟ هل اتفق أن كان ثمة كوخ من أكواخ المشعوذين فارا منه؟ هل قدر لهما الليلة البارحة أن يغافلا عين حراس الحديقة ساعة الإقفال، فسلخا ساعات الليل في واحد من تلك الأكشاك التي يقرأ الناس فيها الصحف؟ الواقع أنهما كانا تائهين، وأنهما كانا حرين فيما يبدو، ولأن يكون المرء تائها ولأن يبدو حرا يعني أنه هالك. ولقد كان هذان الصغيران البائسان هالكين حقا، هذان الطفلان كانا في قلق غافروش، واللذين يذكرهما القارئ ولدي تينيردايي المؤجرين لمانيون المنسوبين إلى ميسيو جيلونورما، واللذين أمسيا الآن ورقتين سقطتا من جميع هذه الأغصان التي تعوزها الجذور، وعصفت بهما الريح مطوفة فوق الأرض. كانت ملابسهما النظيفة في عهد مانيون، والتي كانت لهما بمثابة البيان في ميسيو جيلونورما، نقول كانت ملابسهما قد أمست ممزقة. لقد أصبح هذان المخلوقان منذ اليوم من عداد الأطفال المهجورين الذين يبلغ البوليس عنهم ويجمعهم، ثم يجدهم مرة أخرى في شوارع باريس
كان لابد من قلق نهار كهذا حتى يمسي هذان الصغيران المسكينان في تلك الحديقة، ولو قد رآهما الحرس إذن لطردوا هذه الأسمال، فالأطفال الفقراء لا يستطيعون أن يدخلوا إلى الحدائق العامة، ومع ذلك فينبغي للمرء أن يفكر أن لهم كأطفال حقا في الأزهار. لقد كان هناك بفضل الأبواب الموصدة كان هناك خارقين للقانون، لقد انسلا إلى الحديقة وبقيا هناك. إن الأبواب الموصدة لا تسرح الحرس المراقبين، فمن المفروض أن تستمر المراقبة ولكنها تسترخي وتستريح، وهكذا فإن الحرس المثارين هم أيضا بالقلق العام المنشغلين بالمسائل الخارجية أكثر من انشغالهم بالمسائل الداخلية. لم يعودوا يلقون بالا إلى الحديقة، ومن ثم لم يروا المذنبين الصغيرين. كانت السماء قد أمطرت في الليلة البارحة، بل كانت قد أمطرت بعض الشيء ذلك الصباح، ولكن الأمطار في حزيران لا أهمية لها، فليس يدرك المرء إلا في صعوبة بعد ساعة من العاصفة أن ذلك النهار الأشقر الجميل كان ماطرا. إن الأرض في الصيف لتجف وشيكا كما تجف وجنة طفل، في لحظة انقلاب الشمس هذه يكون ضياء القمر إذا جاز التعبير ثاقبا. إنه يستبد بكل شيء، إنه يدأب وينشر نفسه فوق الأرض في ضرب من الامتصاص، وإنه لخالق بالمرء أن يقول أن الشمس كانت ضمأة، إن الوابل كأس من الماء، وإن المطر لا يعبأ في الحال. في الصباح يكون كل شيء راشحا، وبعد الظهر يكون كل شيء مغبرا، وليس شيء أروع من إخضرار غسله المطر ومسحته أشعة الشمس. تلك هي البرودة الحارة. إن الحدائق والمروج وقد أفعمت جذورها بالماء وحفلت أزهارها بأشعة الشمس، تنقلب إلى مجامر بخور وتنفث عثورها دفعة واحدة. إن كل هذه لتضحك وتغني وتعرض نفسها. نحن نستشعر عذابا. الربيع جنة مؤقتة، وأشعة الشمس تساعد على إغراء المرء بالصبر. هناك أناس لا يطلبون شيئا أكثر من ذلك، وكائنات حية، ما إن يروا السماء اللازوردية حتى يقولوا هذا حسبنا، وحالمون مستغرقون في الأعجوبة يغرفون من وثنية الطبيعة لا مبالاة بالخير والشر، ومتأملون في الكون منصرفون عن الإنسان على نحو مشرق، لا يفهمون كيف يستطيع أي امرؤ أن يشغل نفسه بجوع هؤلاء وضمأ أولئك وبعري الفقير في الشتاء والإنحناء اللمفاوي في عمود فقري صغير، وبالفراش الحقير وبالعلية، بالحبس المظلم وبأسمال الفتيات الصغيرات المرتجفات حين يكون في ميسوره أن يحلم تحت الأشجار نفوس مسالمة وفضيعة راضية على نحو لا يعرف الرحمة. شيء غريب، إن اللانهائي يكفيهم. أما حاجة الإنسان العظمى التي يجيز فيها العناق فهم ينكرونها، النهائي الذي يسلم بالتقدم والكدح السني لا يفكرون فيه. إن اللامحدود الذي يولد امتزاج اللانهائي والنهائي امتزاجا إنسانيا وإلهيا. إنهم يبتسمون شرط أن يكونوا وجها لوجه مع السعة التي لا نهاية لها، لا ابتهاج البتة ولكن انخطاف دائم. وتاريخ الإنسانية عندهم ليس غير رسم تقسيمي. إن الكل ليس هناك، إن الكل الصحيح لا يزال في الخارج. أي فائدة في أن نشغل أنفسنا بهذا العرض؟ الإنسان يتألم، هذا جائز، ولكن انظر إلى الضبر البازغ هناك. الأم قد جف لديها تديها والوليد الصغير يموت. أنا لا أدري شيئا عن ذلك، ولكن
انظر إلى شكل الوردة المذهل الذي تؤلفه حلقة من حلقات لحاء الصنوبر تحت المجهر. قابل ذلك بأجمل ضروب الوشي الدقيق. هؤلاء المفكرون ينسون أن يحبوا. إن فلك البروج لا يهيمن عليهم بحيث يمنعهم من رؤية الطفل الذي يبكي. إن الله يكسف روحهم، وهناك أسرة من هذه النفوس الصغيرة العظيمة في آن واحد. من هذه الأسرة كان هوراس، ومنها كان غوتيه، ولعل لافونتين كان منها أيضا، أنانيو اللانهائي الرائعون، شهود الألم الهادئون الذين لا يرون نيرون إلا إذا كان الجو جميلا، والذين تخفي الشمس عن أعينهم كومة الحطب المعدة لإحراق المجرم، والذين يرون إلى المقصلة تعمل على أثر من أعطار الضياء، والذين لا يسمعون لا الصيحة ولا الزفرة ولا الحشرجة ولا ناقوس الخطر، والذين يرون كل شيء حسنا ما دام ثمة شهر يدعى شهر نوار، والذين يعلنون ما دام فوق رؤوسهم سحائب للأرجوان والذهب أنهم سعداء، والذين عقدوا العزم على أن يكونوا سعداء إلى أن ينفذ ضياء النجوم ونشيد الطيور. إنهم ذو إشراق قاتم، وهم لا يشكون في أنفسهم ينبغي أن يرثى لهم، وليس من ريب في أنهم بذلك جديرون. إن من لا يبكي لا يرى. إن علينا أن نعجب بهم ونرثى لحالهم، كما نرثى ونعجب بكائن هو نور وظلام في آن معا، كائن لا عينين تحت حاجبيه ولكن في وسط جبينه نجمة. وفي لا مبالاة هؤلاء المفكرين كما يعتقد بعضهم تكمن فلسفة متفوقة، ليكن ذلك، ولكن في هذا التفوق بعض الوهن، فقد يكون المرء خالدا وأعرجا. خذ فولكا مثلا على ذلك، وقد يكون المرء أكثر من رجل وأقل من رجل، ولا كامل الذي لا حد له موجود في الطبيعة. ومن ذا الذي يستطيع أن يزعم أن الشمس ليست عمياء؟ ولكن ثم ماذا؟ بمن نثق؟ وهكذا، فإن بعض العباقرة أنفسهم وبعض البشر الأكثر رفعة، الرجال الكواكب، قد يخدعون. إن أولئك الواقفين فوق الذروة في القمة عند سمة الرأس، والذين يرسلون إلى الأرض هذا الضياء كله، قد يرون قليلا، قد يرون في عسر، قد لا يرون شيئا. أليس في ذلك ما يوقع اليأس في النفس؟ لا، ولكن أي شيء فوق الشمس إذن؟ الله. في السادس من حزيران عام 1832، حوالي الساعة 11 صباحا، كانت حديقة اللوكسمبورغ المنعزلة المهجورة فاتنة. كانت مربعات الأشجار ومساكب الأزهار تبرز نفسها نحو الضياء في الراتينج العطر. لقد بدت الأغصان مذهلة، وكأن بعضها يسعى إلى معانقة بعض. كان في شجيرات الجيمز جلبة، وتهللت الطيور الجواثم، وتسلقت الطيور الخشبة في شجرات الكستناء ناقرة بمناقرها ثقوب اللحاء، وتقبلت مساكب الزهور الزنابق الشرعية. فأفخم العطور هو ذلك الذي ينبثق من البياض. كان المرء يستنشق القرنفل الملففة، وكانت زيغان ماري دي ميديتشي العجائز صريعة العشق في الأشجار الضخمة. وذهبت الشمس الخزامة وأشعلتها، وسفحت عليها لون الأرجوان، الخزامة التي لم تكن غير مختلف ضروب اللهب حولت إلى أزهار. وحول مساكب الخزامة طوفت جماعات النحل شرارات من هذه الأزهار اللهب. كان كل شيء يمر بالملاحة والبهجة. كان المطر الوشيك، وهذا المجرم العتيق الذي كان جديرا بأزهار العسل وزنابق الوادي أن تفيد منه،
لم يحدث شيء من الانزعاج، وطارت جماعات السنون على ارتفاع منخفض، وكان ذلك وعيدا فاتنا. لقد استنشق ريح السعادة، كانت الحياة حلوة، وكانت تلك الطبيعة كلها تتنفس سلامة النية والغوث والمساعدة والأبوة والملاطفة والفجر، وكانت الأفكار التي هبطت من السماء نائمة مثل يد الطفل الصغير التي نقبلها، وكانت التماثيل القائمة تحت الأشجار عارية بيضاء مجلبة بأثواب من الظل مزقها الضياء. لقد أبلت أشعة الشمس أتوابا لهذه الآلهات، لقد تدلت منها إربا إربا من الجهات جميعا. وحوالي الحوض الكبير كانت الأرض قد جفت إلى حد أصبحت معه مخبوزة تقريبا، وكان ثمة ريح قوية إلى درجة تمكن من إثارة فن هنا وهناك، وطارت بعض الأوراق الصفراء بقايا الخريف الماضي، بعضها الآخر في مرح، وبدت وكأنها تلعب لعبة المتشردين. كانت وفرة الضياء تبعث الطمأنينة في النفوس على نحو لا سبيل إلى وصفه. لقد فاضت الحياة، وفاض النزخ والدفء والعبير. كانت تشعر تحت الخليقة بضخامة مصدرها، وفي جميع هذه النسائم المشبعة بالحب، وفي تذبذب انعكاسات النور وارتداداته هذه، وفي هذا الانفاق الأعجوبي للأشعة، وفي هذا التدفق اللامحدود للذهب المائع، كنت تشعر بتبذير ما لا ينضب. ووراء هذا البهاء شأنك وراء حجاب من اللهب، كنت تلمح الله مليونير النجوم. وبفضل الرمل لم يكن ثمة إثارة من وحل، وبفضل المطر لم يكن ثمة ذرة من غبار. كانت الباقات قد غسلت منذ لحظة، كانت المخماليات كلها والأطلسيات كلها والمينائيات كلها والذهبيات كلها التي تنبثق من الأرض في شكل أزهار، كانت هذه كلها خالية من العيوب، وكان هذا البهاء نقيا. لقد ملأ الحديقة في صمت الطبيعة السعيدة، صمت سماوي متساوق مع آلاف الألحان وهدهدات الأعشاش ودندنات النحل وخفقات الريح. كان تناغم الموسم كله قد تحقق في كل، واتخذت مداخل الربيع ومخارجه أماكنها في النظام الملائم. لقد انتهت الزنابق وأهل الياسمين، كانت بعض الأزهار قد تأخرت، وكانت بعض الحشرات قد أقبلت قبل إبانها. لقد تآخت طليعة فراشات حزيران الحمراء مع ساقة فراشات نوار البيضاء، وكانت شجرات الدلب ترتدي جلدا جديدا، وكان النسيم يحفر تموجات في شجرات الكستناء، ذلك بضخامة رائعة. كان ذلك متألقا. لقد نظر جندي عريق من عساكر الثكنات المجاورة عبر الباب الحديدي وقال: هو ذا الربيع تحت السلاح وفي كامل اللباس الرسمي. كانت الطبيعة كلها تتناول طعام الصباح، كانت الخالقة جالسة إلى المائدة. لقد حانت الساعة، لقد نشر غطاء المائدة الكبير الأخضر فوق الأرض، وأشرقت الشمس ساطعة، وكان الرب يقدم الوجبة الكونية، ونال كل كائن طعامه وعلفه. لقد وجدت اليمامة بذور قنب، ووجد البرقش ذرة بيضاء، ووجد الحسون رتما، ووجد أبو الحناء ديدانا، ووجدت النحلة أزهارا، ووجدت الذبابة نقعيات، ووجب أن يجد المخروطي المنقار ذبابا. لقد أكل بعضها بعضا شيئا ما من غير شك، وذلك هو لغز الشر ممتزجا بالخير، ولكن أيا من الحيوانات لم يكن فارغ المعدة.
كان المخلوقان الصغيران البائسان قرب الحوض الكبير، وإذ أقلقهما ذلك الضياء كله بعض الشيء فقد حاول أن يختبئ، وتلك غريزة البائس والضعيف أمام البهاء وأن يكون مجهولا. وظل خلف كوخ الإوزي العراقي، وها هنا وهناك بين الفينة والفينة، كلما همدت الريح سمع على نحو غامض صيحات وجلبة وضربا من الحشرجات الصاخبة التي كانت طلقات بنادق، وصنوفا من الصرير الأبكم التي كانت طلقات مدافع. كان ثمة دخان فوق السطوح في اتجاه الأسواق، ورن جرس كان يبدو وكأنه يقرع في المدى البعيد، وتراءى هذان الطفلان وكأنهما لم يسمعا هذه الأصوات، وكرر أصغرهما بين الفينة والفينة في همس: أنا جائع. وفي وقت واحد مع الطفلين تقريبا تقدم زوج آخر، كان رجلا في الخمسين يقود بيده رجلا في السادسة، أب وابنه من غير شك. وكان الرجل البالغ السادسة من العمر يحمل في يده قطعة كبيرة من حلوى مصنوعة بالدقيق والسمن والبيض. في ذلك العهد كانت لبعض البيوت المجاورة في شارع السيدة وشارع الجحيم مفاتيح لحديقة اللوكسمبورغ، كان نزلاء تلك البيوت يستعملونها، حيث تكون الأبواب موصدة، وهو تساهل ألغي منذ ذلك الحين. ولعل هذا الأب وهذا الابن أقبل من أحد هذه الأبواب ورأى أن الصغيرين البائسين وأحكم اختفاءهما أكثر بعد الشيء، كان برجوازيا، ولعله ذلك الذي كان ماريوس قد سمعه ذات يوم رغم حمي حبه قرب هذا الحوض الكبير نفسه ينصح ابنه بأن يحذر من التطرف. كانت ترين على وجهه سماء أنسة متغطرسة، وكان فمه الذي لم يطبق قط يبتسم أبدا، وهذه الابتسامة الميكانيكية الناشئة عن فك هو من الكبر بأكثر مما ينبغي، وجلد هو من الضأالة بأكثر مما ينبغي، إنما تكشف عن الأسنان أكثر مما تكشف عن الروح. وبدا الطفل بقطعة حلوى المقضومة التي لم ينهها وكأنه متخوم. وكان الطفل يرتدي بزة لجندي من جنود الحرس الوطني بسبب من الفتنة، وكان الأب قد احتفظ بملابس المواطن المدنية بسبب الفتنة. ووقف الأب والابن قرب الحوض الذي كانت الإوزتان العراقيتان تتسليان فيه. لقد بدا وكأن هذا البرجوازي معجب إعجابا خاصا بالإوزتين العراقيتين، وكان يشبههما من هذه الناحية أنه كان يمشي مثلهما. في تلك اللحظة كانت الإوزتان تسبحان، وتلك هي موهبتهما الرئيسية، وكانتا بهيتين. ولو قد أصغى الصغيران البائسان ولو قد كان في سن تمكنهما من الفهم، إذن لاستطاع أن يتلقف كلمات رجل رزين. لقد قال الأب لابنه: العاقل يحيا قانعا بالقليل، انظر إلي يا بني، أنا لا أحب الأبهة، إن أحدا لم يرني قط في ثياب مزينة بالذهب والجواهر، أنا أترك هذا المجد الزائف لذوي العقول الرديئة التنظيم. وهنا انفجرت الأصوات العميقة المنطلقة من ناحية الأسواق في قرع أجراس متضاعف وضوضاء متعاظمة، وتساءل الطفل: ما هذا؟ فأجاب الأب: إنها أعياد لفوضى ودعارة. وفجأة بصر بالغلامين ذوي الأسمال البالية واقفين في غير حراك خلف كوخ الإوز العراقي الأخضر، وقال: هذه هي البداية. وبعد لحظة أضاف: لقد شرعت الفوضى تدخل إلى هذه الحديقة. وفي غضون ذلك قدم الطفل قطعة الحلوى وأنشأ يصرخ فجأة، وسأله الأب: لماذا تبكي؟
فقال الطفل: أنا لم أعد جائعا. وغدت ابتسامة الوالد عريضة: ليس من الضروري أن تكون جائعا حتى تأكل قطعة حلوى، إن هذه القطعة تزعجني، إنها بائتة. ألم تعد لك رغبة فيها؟ لا. ودله الأب على الإوزتين، ألقاها إلى هذين الطائرين في دوي الأقدام الكفية، وتردد الطفل، فرغبة المرء عن قطعة حلوى ليست سببا كافيا للتبرع بها. وتابع الأب: كن إنسانيا، يجب أن تأخذنا الشفقة على الحيوانات. وأخذ قطعة الحلوى من ابنه وقذف بها إلى الحوض، وسقطت الكعكة قرب الحافة. كانت الإوزتان بعيدتين في وسط الحوض، منهمكتين في فريسة ما، إنهما لم تريا أيا من البرجوازي أو قطعة الحلوى. وإذا شعر البرجوازي أن قطعة الحلوى كانت مهددة بخطر الضياع، وإن آثاره في هذا الغرق غير مجدي، نذر نفسه لاحتياج تلغرافي. لفت آخر الأمر انتباه الإوزتين، لقد لمحتا شيئا يطفو، واستدارتا مثل السفن، وهل كانتا غير سفينتين؟ واتجهتا في تؤيدة نحو قطعة الحلوى بذلك الجلال الصافي الذي يلائم الحيوانات البيضاء. وقال البرجوازي وقد أبهجه ذكاؤه: الإوز سيجينز يفهم الإشارات سيني. وفي تلك اللحظة تعاظمت من جديد، وعلى نحو مفاجئ، تلك الضجة القصية المنبعثة في المدينة، إن تم رياحا تنطق بوضوح يفوق ذلك الذي تنطق به الرياح الأخرى. والواقع أن تلك التي هبت في تلك اللحظة نقلت في وضوح قرع الطبول والصيحات ونيران فصائل الجنود وأجوبة الناقوس والمدفع المشؤومة، ووافق ذلك انتشار سحابة سوداء حجبت الشمس فجأة. ولم تكن الإوزتان قد وصلتا إلى قطعة الحلوى، وقال الأب: فلنرجع إلى البيت، إنهم يهاجمون تويليري. وأمسك بيد ابنه من جديد، ثم تابع: من التويليري إلى لوكسمبورغ ليس ثمة غير المسافة التي تفصل الملوكية عن الإشرافية، وهي ليست شاسعة، إن رصاص البنادق سوف ينهمر. ونظر إلى السحابة: ولعل المطر نفسه أيضا سوف ينهمر، إن السماء لا تدخل، ولقد صدر الحكم عن الغصن الأصغر، فلنرجع على عجل. وقال الطفل: أود أن أرى الإوزتين تأكلان قطعة الحلوى. فأجاب الأب: ذلك خالق به أن يكون تهورا. وقاد برجوازيه الصغير، وأدار الابن رأسه آسفا على الإوزتين نحو الحوض حتى حجبه عند منعطف من صفوف الأشجار. وفي غضون ذلك كانت تائهان الصغيران قد اقتربا نحو قطعة الحلوى. لحظة اقتربت الإوزتان منها، كانت تطفو على سطح الماء. كان أصغر الطفلين ينظر إلى قطعة الحلوى، وكان أكبرهما ينظر إلى البرجوازي وهو ينصرف. ودخل الأب والابن في تيه الممرات الذي يقود إلى مرقاة فيها أشجار كبيرة من ناحية شارع السيدة، وما إذ غابا عن النظر حتى سارع أكبر الطفلين إلى التمدد على بطنه فوق حافة الحوض المدورة، وتشبت بها بيده اليسرى متدليا فوق الماء وقد أشرف على السقوط، وبسط يده اليمنى بعصاه نحو قطعة الحلوى. وحتت الإوزتان بعد أن رأتا العدو خطاهما، وهكذا أحدثتا بصدريهما أثرا كان مفيدا للصياد الصغير. لقد ارتدت المياه أمام الإوزتين، ودفعت إحدى هذه التموجات الرقيقة المشتركة المركز قطعة الحلوى في رفق نحو عصا الطفل، حتى إذا وصلت الإوزتان
مست العصا قطعة الحلوى وقام الطفل بحركة سريعة وسحب قطعة الحلوى مروعا الإوزتين وتناول قطعة الحلوى وانتصب واقفا. كانت الكعكة مشبعة بالماء ولكنهما كانا جائعين ظمئين. وقسم الطفل الأكبر قطعة الحلوى إلى قسمين، إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة، واحتفظ بالقطعة الصغيرة لنفسه وقدم الكبيرة إلى أخيه الصغير وقال له: ألصق هذه إلى بندقيتك. الفصل السابع عشر: الأب الميت يرثه ابنه حسب الشريعة. كان ماريوس قد وثب إلى خارج المتراس وكان كومبونفير قد تبعه، ولكن كان الأوان قد فات. لقد مات غافروش، ورجع كومبونفير حاملا سلة الخرطوش، ورجع ماريوس حاملا الطفل، وفكر وأسفه: إنما عمله أبوه من أجلي. أبي أرده أنا اليوم للإبن، مع فارق واحد هو أن تينيردايي عاد بأبي حيا على حين أنني أعود بالطفل ميتا. وحين انقلب ماريوس إلى المتراس وغافروش بين ذراعيه، كان وجهه مثل وجه الطفل مغضبا بالدم. فلحظة انحنى لكي ينتشل غافروش، كانت رصاصة قد مست جمجمته مسا رفيقا، إنه لم ينتبه إليها، ونزع كورفيراك رباط رقبته وعصب به جبين ماريوس. وسجي غافروش على الطاولة التي سجي عليها مابوف، ونشر الشال الأسود فوق الجثمانين جميعا. كان من الاتساع بحيث يغطي العجوز والطفل. ووزع كومبونفير الخراطيش من السلة التي كان قد رجع بها، وهكذا نال كل مقاتل 15 رصاصة. وكان جان فالجان لا يزال في المكان نفسه جامدا فوق معلمه. وحين قدم إليه كومبونفير خراطيشه 15 هز رأسه، وقال كومبونفير لإنغولراس في صوت خفيض: هو ذا رجل نادر غريب الأطوار، إنه يجد وسيلة إلى أن لا يقاتل في هذا المتراس. فأجاب إنغولراس: الأمر الذي لا يحول بينه وبين الدفاع عنه. وعاد كومبونفير إلى القول: إن للبطولة رجالها الغريب الأطوار. وأضاف كورفيراك الذي كان قد سمع الحديث: إنه من ضرب آخر مختلف عن الأبي مابوف. ومن الحقائق الجديرة بالذكر أن النار التي كان المتراس يقذف بها لم تقلق الجزء الداخلي منه إلا بشق النفس، وأولئك الذين لم يجتازوا قط بزوبعة هذا النوع من الحرب لا يستطيعون أن يتصوروا لحظات الهدوء الفريدة التي تمتزج بها الاضطرابات. فالرجال يروحون ويغدون، إنهم يتجاذبون أطراف الحديث، وإنهم يتبادلون النكات، وإنهم يتبلدون ويتكاسلون. ولقد سمع أحد معارفنا مقاتلا يقول له تحت وابل من قذائف المدافع: هذا شيء أشبه بطعام العزب الصباحي. إن متراس شارعي تشانفيريري، ونحن نكرر ذلك، قد بدا هادئا جدا من داخل. كان كل تحول وكل وجه من وجوه الحظ قد استهلك أو على وشك أن يستهلك، وكان الموقف قد انقلب من حرج إلى متوعد، ومن متوعد كان قد انقلب في أغلب الظن إلى يائس. وكلما بدت الأوضاع أشد قتامة في ذلك المتراس، كانت تبدو بالأرجوان أكثر فأكثر. وفي رصانة نهض إنغولراس بعبء قيادته، وكان إسبرطي شاب ندر سيفه المسلول لعبقرية أبيدوتاس الكالحة، وكان كومبونفير يضمد جراح الجرحى، وقد ارتدى مئزرا، وكان بوسويي وفويي يصنعان الخراطيش بوعاء البارود الذي أخذه غافروش من العريف الصريع. وقال بوسويي لفويي: عما قليل سوف نركب العربة العامة إلى كوكب آخر
وكان كورفيراك فوق حجارة الأرصفة القليلة التي احتفظ بها لنفسه قرب إنغولراس يرتب وينظم مصنع سلاح كامل، عصاه المسيفة وبندقيته وغدارتي قربوس وغدارة جيب، بمثل عناية فتاة ترتب صندوقا صغيرا من صناديق أشغال الإبرة. كانت جان فالجان ينظر في صمت إلى الجدار المقابل، وكان أحد العمال يثبت رأسه بواسطة خيط من خيوط القنب، قبعة ضخمة من قش كانت ملكا للأم هوشلو خوفا من ضربة الشمس كما قال. كان شبانو الكوغورد ديكس يتجاذبون أطراف الحديث في مرح، وكأنما كانوا يتعجلون الكلام باللهجة الإقليمية للمرة الأخيرة. وكانت جولي الذي نزع مرآة الأرملة يفحص لسانه بها، وإذا كان بعض المقاتلين قد اكتشفوا بضع كسرات الخبز العفنة أو تكاد في أحد الأدراج فقد راحوا يلتهمونها في شراها. وكان ماريوس مضطرب البال متسائلا ماذا سوف يقول لوالده. الفصل 18. العقاب يصبح فرنسا. إن علينا أن نفصل القول في ظاهرة سيكولوجية خاصة بالمتارس، فليس ينبغي أن يهمل شيء مما يميز حرب الشوارع العجيبة هذه. وأيا ما كانت تلك السكينة الداخلية الغريبة التي تحدثنا عنها اللحظة، فإن المتراس يظل في نظر الذين انطوى عليهم رؤيا من الرؤى. إن في الحرب الأهلية لرؤيا أشبه برؤيا القديس يوحنا، فكان ضباب مجهول يمتزج بهذه الشعلة الوحشية، والثورات أباء هول، وأيما امرؤ اجتاز بمتراس من المتارس يعتقد أنه اجتاز بحلم من الأحلام. إنما يستشعره المرء في هذه المواطن كما أشرنا في كلامنا على ماريوس وكما سنرى فيما سوف يلي هو أكثر من الحياة وأقل من الحياة. فما إن يغادر المقاتل المتراس حتى ينسى أي شيء رآه فيه لقد كان فظيعا وهو لا يعرف ذلك. كان محوطا بأفكار مقاتلة كانت ذات وجوه بشرية، وكان رأسه مغمورا بضياء المستقبل. كانت هنالك جثث مطروحة وأطياف منتصبة، وكانت الساعات الطويلة إلى حد هائل، ولقد بدت وكأنها ساعات أبدية. لقد عاش في الموت ومر الضلال أي شيء كانت. لقد رأى أيديا مغضبة بالدم، كان هديرا مروعا، وكان صمتا رهيبا أيضا. كانت ثمة أفواه فاغرة تصيح وأفواه فاغرة أخرى تعتصم بالصمت. كان في غمرة من الدخان أو ربما في غمرة من الليل، وهو يحسب أنه قد مس رشحا مشؤوما من أعماق مجهولة. إنه لا يرى شيئا أحمر في أظافره، إنه لم يعد يذكر شيئا. ولنعد إلى شارع أتشانفيريري، وفجأة بين وابلين من رصاص سمعوا صوت ساعة نائية تدق، وقال كومبونفير إنه الظهر. ولم تكن الدقات 12 قد اكتملت عندما انتصب إنغولراس واقفا وقذف من أعلى المتراس بهذه الصيحة الراعدة: انقلوا بعض حجارة الأرصفة إلى المنزل، حصنوا النوافذ بها ليتسلح نصف الرجال بالبنادق ونصفهم الآخر بالحجارة، حذار أن تضيعوا دقيقة واحدة. كانت مفرزة من الجنود المتنكبين لفؤوسهم قد برزت منذ لحظة على قدم الاستعداد للقتال عند نهاية الشارع، ولا يمكن أن يكون ذلك غير طليعة جنود. وأي جنود؟ جنود الهجوم من غير شك. إن الطلائع المكلفين بتقويض المتراس ينبغي أن يتقدموا دائما العساكر المكلفين بتسلقه. لقد
وضح أنهم كانوا يكادون يمسون تلك اللحظة التي دعاها مسيو دو كليرمون تونيير عام 1822 الجهد الجهيد. ونفذ أمر أنكورلاس بالسرعة المضبوطة المميزة للسفن والمتارس، وهي مواطن القتال الوحيدة التي يتعذر فيها الفرار. وفي أقل من دقيقة كان ثلثاء الحجارة التي ركمها إنكولراس عند باب كورنيت قد حملت إلى الدور الأول وإلى العلية. وقبل أن تتصرم دقيقة أخرى كانت هذه الحجارة المنضدة فوق الأخرى قد سدت نصف ارتفاع نافذة الدور الأول، وكانت بضع فتحات أعدها فوي في البناء الرئيسي في عناية تمكن أنابيب البنادق من النفاذ خلالها. وكان تحصين النوافذ هذا ممكنا على نحو أيسر بعد أن كفت المدافع عن إطلاق النيران. كان المدفعان يسددان كراتهما الآن إلى منتصف الجدار لكي يحدث فيه ثقبا، أو لكي يحدث إذا كان ذلك ممكنا ثغرة للهجوم، حتى إذا اتخذت حجارة الأرصفة المعدة للدفاع الأخير مواطنها أمر أنغورلاس رجاله بأن يحملوا إلى الطابق الأول تلك الزجاجات التي كان قد وضعها تحت المسائد الممددة عليها جثمان مابوف. وسأل بويسوي من الذي سيشرب هذا، فأجابه أنغورلاس هم. ثم إنهم مترسوا نافذة الحجرة السفلية وهيئوا على مقربة منهم العوارض الحديدية التي كانت تساعد على إيصاد باب الحانة من الداخل أثناء الليل. كانت القلعة كاملة، كان المترس هو السور، وكانت الحانة هي البرج، وبحجارة الأرصفة الباقية سد الفتحة. وإذ كان يتعين على حماة المتارس دائما أن يقتصدوا في إنفاق ذخيرتهم، وإذا كان المحاصرون يعرفون ذلك فإن المحاصرين ينظمون أعمالهم في ضرب من التمهل المثير، معرضين أنفسهم للنار قبل الأوان، ولكن في الظاهر لا في الحقيقة ينعمون بالراحة. إن الاستعدادات للهجوم تتخذ دائما في شيء من البطء المنهجي، وبعد ذلك تنقض الصاعقة. وهذا البطء مكن إنغولراس من أن يراجع كل شيء وأن يخلع مسحة من الكمال على كل شيء. لقد استشعر أنه ما دام مقدرا لهؤلاء الرجال أن يموتوا فينبغي أن يكون موتهم رائعة من الروائع. وقال لماريوس نحن الزعيمان سوف أصدر الأوامر الأخيرة في الداخل، ولسوف تبقى أنت في الخارج وتراقب. واتخذ ماريوس من دروة المتراس مقرا للمراقبة، وأمر أنغورلاس بتسمير باب المطبخ الذي كان كما نذكر بمثابة المستشفى المتنقل، وقال لا وحل على الجرحى، وأصدر تعليماته الأخيرة في الحجرة السفلى في صوت موجز ولكنه عميق وهادئ. وأصغى فويي وأجاب باسم الجميع في الطابق الأول استعدوا لأن تقطعوا السلم بفؤوسكم، هل تحملونها؟ فقال فوي نعم. كم؟ فأسان وفأس لشق الخشب. حسنا، بقي عندنا 26 مقاتلا. كم بندقية عندنا؟ 34. أي بزيادة 8 بنادق. أبقوا هذه 8 مشحونة كغيرها في متناول أيديكم، تمنطقوا بالسيوف والغدارات. 20 رجلا إلى المتراس، 6 يكمنون عند نافذة الطابق الأول لكي يطلقوا النار على المغيرين من خلال المرامي الذي يوجد بين حجارة الأرصفة. حذار أن تقوموا بأي عمل لا طائل تحته هنا. وحالما يقرع الطبل إشارة الانطلاق يتعين على 20 رجلا القائمين تحت أن يندفعوا إلى المتراس، والذين يصلون إلى هناك قبل غيرهم سوف يفوزون بالمواقع الفضلى. حتى إذا تمت هذه التدابير التفت إلى جافير وقال له
أنا لن أنساك. ووضع غدارة على الطاولة وأضاف: إن آخر رجل يغادر هذه الغرفة سوف يحطم جمجمة هذا الجاسوس. وتساءل صوت: هنا؟ لا، لا تتركوا هذه الجثة مع جثثنا. في استطاعتكم أن تتصوروا المتراس الصغير في زقاق مونديتور، إن ارتفاعه لا يزيد على 4 أقدام. سوف تأخذونه إلى هناك وتعدمونه في ذلك المكان. كان ثمة في تلك اللحظة رجل واحد أكثر امتناعا على التأثر من إنغولراس، وكان ذلك الرجل جافير. وهنا برزت جان فالجان. كان في حشد المتمردين وتقدم إلى أمام وقال لإنغولراس: أنت القائد؟ فأجاب: نعم، لقد وجهت إلي الشكر منذ لحظة. باسم الجمهورية، إن للمتراس منقذين، ماريوس، بون ميرسي، وأنت. هل تظن أنني أستحق مكافأة؟ طبعا. حسنا، أنا أسألك مكافأة. وما هي؟ أن أحرق أنا دماغ هذا الرجل. ورفع جافير رأسه ورأى جان فالجان وأتى بحركة غير ملحوظة وقال: هذا شيء ملائم. أما إنغولراس فكان قد شرع يشحن بندقيته القصيرة الخفيفة من جديد وأجال بصره فيما حوله لا اعتراض، والتفت نحو جان فالجان وقال: خذ الجاسوس. واستولى جان فالجان فعلا على جافير بأن جلس على أقصى المائدة وأمسك بالغدارة، وأعلن صليلا واهنا أنه قد رد أنبوبتها إلى الوراء استعدادا لإطلاق النار. وفي اللحظة نفسها تقريبا سمعت أبواق، وصاح ماريوس من أعلى المتراس: احذروا. وشرع جافير يضحك تلك الضحكة الصامتة الخاصة به، وسدد بصره إلى المتمردين وقال لهم: لستم أحسن حالا مني. وصاح إنغولراس: إلى الخارج جميعا. ووثب المتمردون في صخب إلى أمام، وفيما هم يخرجون تلقوا في ظهورهم، وليسمح لنا باصطناع هذا التعبير، إلى اللقاء القريب.